ما وقع مدينة الفنيدق ماشي أول مرة كيوقع هذا الشيء، كيوقع مرات عديدة. مع كل أسف دائما الدولة المغربية كتحاول تعالج المسألة بمقاربة أمنية، واليوم حنا كنطالبوا بالفعل بالتحقيق في ذاك التعنيف اللي تعرضوا ليه دوك الشباب. هادو شباب ربما مغرر بهم، وانتم تتعرفوا أننا اليوم في العالم ديال التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أي مجرم يقدر يدخل تما ويدير لك الهروب العام، ونوض اخويا نهربوا، فين غنهربوا؟ هذه راه بلادنا، راه كاين وحدين اخرين بغاو يستعمروها، على انتم ما سايقينش قبل ولا فين عايشين انتم؟ راه بلادنا هذا خصنا نناضلوا فيها ونتقاتلوا فيها باش نوصلوا على حقوقنا، ماشي نهربوا منها. ما غنهربوا فين؟ خصوصا بلاتي، خصوصا وان اوروبا اليوم، اوروبا اللي هي محميه بالدرع النووي ديال الامريكان، اوروبا كتراجع، اوروبا تراجع فيها التصنيع، اوروبا حتى هي عندها الملايير ديال الاورويات ديال المديونيه، اوروبا جراتها امريكا باش تولي دول ضعيفه ومفككه، اوروبا فين غنمشيو؟ فين هذاك الحديقه الخضراء؟ راه ما كاين لا حديقه خضراء ولا هم يحزنون، هذه بلادكم وعندكم الحق فيها. انا كنقول للشباب خصهم يبقاو بلادهم، ولكن خص تضافر الجهود. ما يمكنش يجي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويقول لنا كاين 1,400,000 ديال الدراري ما قارين ما مكورين ما خدامين، ويجي تقارير اخرى ديال المندوبيه الساميه وتقول لنا 4.5 مليون ديال الدراري ما بين 15 سنه و 24 سنه ما قارين ما مكونين ما خدامين، ومعرضين للقرقوبي، معرضين للمخدرات، معرضين للضياع وكل اشكال العنف. راه لا المغاربه بغاو يمشيو من بلادهم، راه مشاو لنا المهندسين، مشاو لنا الاطباء، لان ما كايناش دوله الحق والقانون، كاينش ديمقراطيه. انا واخا نكون طبيبه غتصيفطني الرشيديه على راسي وعينيا، هذه جهه عزيزه عليا، ولكن من الجهات المهمشه ولادي ما غنلقى لهم لا رود لا مدرسه لا صحه. وهاد الناس اللي ضربوا الخدمات الاجتماعيه وعلى راسها المدرسه العموميه المجانيه الجيده اللي قرينا فيها حنا، حنا كون والدينا ما لقاوش المدرسه فابور كناش غنقراو، كنا غنكونوا اليوم 90% ديال الاميه قرينا حتى حنايا في مدرسه عموميه، وناضلوا معنا اساتذه واستادات اللي مات فيهم الله يرحمه اللي باقي كنتمناو له طول العمر، لانه خدموا معنا بحال كنا وليداتهم وكونونا وعلمونا حتى حنا الحسن النقدي، وعلمونا نقراو الكتب باش نطوروا ثقافه يعني واسعه، وعلمونا نناضلوا، وقالوا لنا الخوف ما كاينش، لا كاين الخوف، كاين الخوف من الله، شنو نخاف انا من اش غادي نخافوا؟ ولهذا انا كنقول بان الحكومه هذه مسؤوله والحكومات اللي قبل منها، لانهم خلاو الهدر المدرسي 400,000 طفل وطفله كيخرجوا من المدرسه كل عام ما قاريينش، خلاو الفوارق وخلاو ذاك التقسيم ديال 20-80، انتم كتعرفوا شنو هي 20-80؟ 20 ديال الجماعات القرويه اليوم راه ولات تقل، و80 80 قرويه 20 حضاريه، اليوم راه حنا وصلنا في شي جهات 94 قرويه كتسنى غير الشتاء، ما كاين حتى شي ظروف ديال التنميه. والحضاريه هي راه كتشوف ضواحي المدن، فيها التكرفيس العالمي الكبير، فيها المخدرات، فيها البطاله، فيها الفقر. راه المندوبيه قالت لك الدائره ديال الفقر توسعات، راه قالت لنا بان الشرخ الاجتماعي توسع، وانه الطبقه المتوسطه اختفت، لان الطبقه المتوسطه كتخشي يديها في جيبها تخلص التعليم، تخشي يديها في جيبها باش تخلص الخضره، تخلص اللحم كل شيء غالي، تخلص الدواء كل شيء غالي، تخلص الطبيب كل شيء غالي. هاد الناس نضوا وباعوا البلاد وفككوا الخدمات. دابا في المدن الكبيره بحال الرباط والدار البيضاء راه كاين غير التعليم الخصوصي. الا بغيتي ولادك يقراو خصك تضرب على جيبك. كنعرف انا اباء عندهم جوج خدامي وثلاثه الخدامي باش يلاه يوفروا ذاك الفليسات باش يقريو وليداتهم. اذا هذه السياسات لا ديمقراطيه في بلادنا ادت انه الطبقه المتوسطه ما بقاتش والتحقت بالطبقه الفقيره. اذا بقات عندنا بحال اللي قالت المندوبيه الساميه، ماشي كلامي هذا، 150 اسره اللي اغتنت 150، ها الريع ها سميتو الاحتكار هذا سميتو، والطبقات المسحوقه زادت سحقا. غير حنا المغاربه كتلقاو مؤمنين كيقول لك والحمد لله وكذا من هنا، ولكن ما يمكنش حنا كنقولوا الحمد لله، ولكن ما خصناش نبقاو غير قاسين. راه المؤمن لا كان خواف وكذا ما يصلح حتى صالحه، راه خصو ينوض يدافع على ولادو على المستقبل وعلى هذا الشيء. راه ما يمكنش كيفاش هذا الشيء عايشين حنا في هذا الدل. واليوم السياسه اللي غاديه فيها البلاد وانتم كتشوفوا العالم كله يسير من الفوق، هذوك القوى الكبيرة المالية اللي كتركعنا بالمديونية وكتجبرنا دفعنا، حيت لا ما كايناش المقاومة، ما كاينش ناس وطنيين كيقالوا الخصاصة، يلا الخصاصة التعليم، الخصاصة ديال الصحة، الخصاصة ديال السكن، زيديها لو بغيتي تشري ب 70 مليون نعطيوك 7، وهذيك الدار كلها طايحة ب 20.
شادي يعطيوني انايا ما العاطي الله. فينا هي فك العزله؟ فينا هو النهوض بالجهات المهمشه؟ فينا هو النهوض بالمسنين؟ فينا هما الشخصيات ذوي يعني الاحتياجات الخاصه اللي عايشين ولايحينهم حنا على والديهم؟ هما فقراء ما عندهم والو. كيفاش الارامير فينا هما؟ اذا هاد الحكومه يعني كتضحك علينا وكتقول لك الدوله الاجتماعيه، الدوله الاجتماعيه سالت في الثمانينات الحس ديالها ملي تم انهيار جدار برلين. اليوم العالم يدار بهذا المركب المالي العسكري الصناعي الذي يركع كل الدول وبما فيها الدول ديالنا حنا اللي هي ناميه او فقيره او متخلفه تابعه، انه كيركعونا لانه لا يرون فينا الا عبيدا لخدمه مصالحهم. اما الثروات اللي في بلادنا الباطنيه والظاهره كلها هما اللي كينسبوها هما اللي كياخذوها. ولهذا انا كنقول بانه اليوم هاد الشباب بالفعل الظروف الاجتماعيه هي اللي دفعتهم، ولكن اكثر من الظروف الاجتماعيه الجهل. لان اليوم ما كاينش اللي ينصح، حتى واحد ما كاينش اللي ينصح، لانه الجهل المؤسس في المدرسه ما بقات كتعلم حتى حاجه، والجهل المقدس ديال هذوك الناس اللي ما فاهمين حتى زفته جروا الشباب خلاوه ضايع، خلاوه ضايع. ولهذا الشباب ملي كيسمع الهروب الجماعي كيقول اللي ليها ليها، راه حنا شفنا قوارب الموت، راه الناس ماتوا وليداتهم وبقاو كيبكيو باش يجيبوا غير الجثث ديالهم، ما حتى واحد ما سهل عليهم هذه المسؤوليه هذه. اذا انا بالنسبه ليا هذه مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه ديال المجتمع المدني، مسؤوليه ديال الاحزاب، مسؤوليه ديال هذا الشعب. خصنا حنا واحد النهضه ثقافيه توعويه نفهموا فين غادي الامور باش ندافعوا على بلادنا، ندافعوا على وحده ديالها، ندافعوا على السياده ديالها، وندافعوا على العيش الكريم ديال كل المغربيات والمغاربه في كل جهات هذا الوطن. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.